الهجمات الصاروخية تترى، والوجود الأمريكي في العراق ما يزال تحت طائلة صواريخ الكاتيوشا التي تستخدمها الميليشيات التابعة لإيران في العراق. والرسالة واضحة، فإيران ما تزال تخوض معركة الانتقام لمقتل مهندس الحروب الإيرانية في المنطقة قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، الذي قتل بهجوم صاروخي من طائرة مسيرة أمريكية في يناير الماضي. المواجهة الجديدة أعقبت غارة شنتها قوات مكافحة الإرهاب في العراق ضد أحد مواقع الحشد الشعبي، وهو القوة التي تتألف من مجموعات مسلحة موالية لإيران. الغارة لم تسفر عن شيء مهم، ولكنها كانت نوعا من تذكير بأن المواجهة مفتوحة من الجهتين معا. المصادر الأمنية العراقية قالت إن الهجوم على محيط السفارة الأمريكية أحبط بصاروخ باتريوت، وأدى إلى إلحاق أضرار طفيفة في شقة سكنية قريبة من موقع السفارة. خلية الإعلام الأمني في العراق قالت أيضا إن قوات الأمن أحبطت هجوما آخرا شمال بغداد. عثرت قوات الأمن على صاروخ كاتيوشا وقاعدة إطلاق كان موجها نحو معسكر التاجي، ولكنه واحد من سلسلة هجمات سابقة قال الشيء نفسه، وهو أن معركة إيران ضد الوجود الأمريكي في العراق ما تزال قائمة. ففي 8 يونيو ضرب صاروخان أراضي مجمع مطار بغداد، كما سقط صاروخ غير موجه قرب مقر السفارة الأمريكية. وفي 18 من شهر يونيو سقطت 4 صواريخ كاتيوشا قرب السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء، كما تعرضت قواعد عسكرية عراقية تستضيف جنودا أمريكيين لهجمات صاروخية متكررة. الملاحظ في كل الهجمات ضد السفارة الأمريكية هو أنها تصيب محيطها بالذات أو جدرانها الخارجية ولا تبلغ أمدا أبعد. الرسالة هنا واضحة أيضا، فإيران تريد التحرش ولا تجرؤ على مواجهة فعلية.